هبدأه بالأستاذ المستشار هيثم الجندي المسؤول عن قضية الولد الأشقر. طيب نقول بس الأول للسادة المشاهدين مين الولد الأشقر ده. الطفل الجميل اللي هنشوف صورته حالا دلوقتي على الشاشة، كل رواد مواقع فيسبوك وغيره عرفوه باسم الولد الأشقر لأنه ليه قصة كبيرة. الولد ده تم العثور عليه وبجسده كم كبير جدا من الإصابات وال بيسموه إيه، عنده فيروس سي بالظبط. لما ودوه المستشفى طبعا يعني. هم لقوا فيه كمان اثار حرق وتعذيب واسنانه اغلبها متكسر، ولما تم اخذه الى المستشفى كمان اكتشفوا ان عنده فيروس سي. هذا الولد يعني عانى الحقيقه من تقريبا كل انواع التعذيب اللي في الدنيا، ولكن الحمد لله انه باذن الله الامه بتنتهي دلوقتي. هو موجود حاليا في المستشفى صح؟ مش المفروض ان احنا نقول مكانه فين؟ مش هنقول مكانه فين دلوقتي، صح كده مظبوط، معاك حق. والحمد لله انه في ناس تعرف ربنا وربنا بعت الناس دي لي علشان يتم الاهتمام بيه لحين ان شاء الله البحث عن اسرته. معانا المستشار هيثم الجندي. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ، يعني بيك استاذ. الاول بحييكوا على البرنامج الجميل دوت، وبشكر طبعا باشمهندس رامي الجبالي المجهود الكبير اللي عمله على الصفحه والعدد اللي بيزيد ده كله. طبعا ده نجاح كبير لينا ولمصر قبلينا كلنا. أشكرك سيادة المستشار. قول لي قصة الولد الأشقر حصلت إزاي للنهاردة؟ مفيش حد في مصر مش عارف مين الولد الأشقر ده. القصة بدأت إزاي وعملتوا الإجراءات القانونية اللي اتخذتوها كانت إيه؟ هو القصة بدأت عن طريق طبعا صفحة أطفال مفقودة. لقيت شير للولد والمشكلة بتاعته المتسولة. طبعا كانت في الأول شبرا خيمة مسكت وتم تسليمها والفراج عنها وكتب التعهد ان هي تحافظ على الولد ورعايته. بعد اسبوع بالظبط، ما كملش او اسبوع، لقينا شير ثاني ان تم برضو ان في السيده الاستاذه مي شندي عثرت عليه، نفس الشخص نفس الولد ونفس السيده في منطقه السيده زينب بتتسول بيه ثاني، برضو بتتسول بيه ثاني بنفس الطريقه ونفس الاسلوب. والولد بالعكس، الولد في تدهور بين الصورتين، تدهور صحيا. انت معايا حضرتك؟ فطبعا انا في الوقت ده بقى انا قلت خلاص انا هتابع. قالوا بكره هتتعرض على النيابه، تم القبض عليها وتسليمها لاسم الخليفه. وقلت خلاص يا جماعه انا تاني يوم انا هشوف الموضوع ده في النيابه. رحت وكانت معايا المبلغه الاستاذه مي شندي ومجموعه من الناس طبعا منهم شهود للواقعه. ولقيت طبعا ترحيب كبير جدا من نيابه الخليفه، وقدمنا مساندات الصور وعن طريق الصفحه اطفال مفقوده، وطلبت من النيابه طبعا تحليل الدي ان ايه وحاله الولد للطبيب الشرعي. لان باين على الولد ان في مخدر بياخده، واللي اكد كده المبلغه ان هي قالت ان كان معاها ازازه دواء وكسرتها قبل ما ايه تخش الاسم او جوه الاسم بالظبط. يعني كل الكلام اللي كنا بنقوله اصلا من فتره كده كبيره شويه، كنا بنقعد ننصح بعض ونقول لبعض انه اغلب الشحاتين دول مش غريبه شويه، ان اغلب الشحاتين الاطفال اللي ماسكينهم على كتافهم نايمين ونايمين طول الوقت. يعني مره كان حد كتب قصه انه بيشتغل في مكتب، فالمكتب ازاز وقدامه الناحيه الثانيه على رصيف واحده متسوله قاعده بطفل. بيقول استغربت ان الطفل اكتر من 3 4 ساعات متواصله نايم ما بيقومش، ولو قعد 100 سنه بيدوهم مخدر عشان يفضلوا نايمين. انا بتقول لك بالاسابيع بيلاقوهم كل ما بيعدوا على المتسوله بيلاقوا الطفل نايم، ونايم نوم مش نوم طبيعي، يعني بيبان على الطفل. طيب. اللي هو النوم طبيعي ونوم مش طبيعي. احنا بنشكر اهتمامكم يا سياده المستشار طبعا بالقضيه طبعاً، واكيد مش هنبقى عايزين يعني مش هنقول اكيد فين مكان الولد الاشقر دلوقتي حفاظا على حياته. وفي اي نصيحه يا فندم عايز تقولها، اي كلمه عايز توجهها؟ الناس بالنسبه للامهات يعني تاخد بالها، انا مش بقول مش بخوف الناس، انا مش عايز اخوف لان الناس كلها خايفه، بلاقي الناس كلها خايفه. لا ما تخافيش، بس حرصي على ابني، ما تسيبوش ابنك كده بعيد عن عينك. طيب بشكرك سيادة المستشار هيثم الجندي.